مساء الخير. مساء الخير. كيف هالقعدة بالبيت؟ مساكم. نعم. لبيت لك القعدة بالبيت كيف؟ ما سمعت. كيف هالقعدة بالبيت راغب؟ كمان ما سمعت. الانترنت بالداون تاون مش منيح. لا عم بتزنخ عليك. بس رديت انا عم بنقل دم عليك. انا قلت على 14 يوم بخف السمع يعني مشكل، صار بدك تظهر بس تشوف حكيم. بدي اتسلى شو بدي اعمل؟ بدي اعمل ضروبي، اعمل ضروبي بولادي، اعمل ضروبي بمرتي، اعمل ضروبي باخواتي. مين اكثر هيك مقضيينا؟ لا بس مين اكثر شيء عم بياكل ضرب بالبيت؟ مين اكثر شيء عم بياكل ضرب بالبيت؟ كلهم. ما حدا عم يسلم مني هلا. كل الشر اللي فيي طالع. طب راغب، قعدة البيت هلا صراحة كلنا عم نقعد بالبيت، انت اليوم بالبيت شو اكثر شيء عم تعمل؟ رياضة، أكل أو نوم؟ مدام هاي جيهان. مدام هاي. هاي جيهان. عم بقول لك هاي جيهان، عم بقول لك هاي. أهم شغلة، لا لا لك، عم بعمل كل شيء. عم بقعد غني، بعمل سبور. أنا عندنا المنطقة هون مقفولة، يعني مربع أمني إذا بدها. فكمان بنعمل بايك، بنطلع بنعمل سبور برا. أنا والأولاد ومرتي بنفوت على المطبخ. شو كمان؟ شفناك عم بيقسى عليك، عم بيقسى عليك خالد كثير بالتمارين الرياضية. والله عم بيقسى علي. هو مفكرني عمره 20 سنة مثله. بس مع هيدا وكله أنا كثير عنيد. قد ما بقول عليك. بيقول لي والله العظيم، بيقول لي داد أنا أم إمبريست، أم إمبريست. إنه بيبقى كثير بيعمل لي حركات بفكرني إني ما راح أقدر أكمل، بقوم كمل على الآخر. يعني سو بقول له بابا هيدا الإصرار، هيدا هو الإصرار. أنا بحب سبور، بحب أعمل بايك، بحب أعمل تنس. صح. بحب حركات، يعني بعمل بوش أب كثير. بهتم بصحتي، بهتم بأكلي. هلا عم فوت على المطبخ، حصير طباخ مثلك. لا بدنا نتنافس سوا، بدنا نطبخ سوا ونتنافس سوا ساعتها. والله العظيم أنا ناطرك إني تايم. وأنا ما حبيت فاجئك، بس بدي أقول لك إنه منزل غنية قريبا. انت كمان يا لطيف، يا لطيف. هلا صراحة الدراسات عم بتقول انه اليوم القعدة بالبيت وخاصة بالصين بعد 14 يوم، ليك هلا رجعت اجت جيهان. رح وطي صوتي. دراسات بتقول بعد 14 يوم الكوبلز عم بيصير عندهم مشاكل، واليوم هيدا الشيء عم بيأثر كثير على الوضع الأسرة وعم بيؤدي على طلاق من بعد الكورونا، لأنه ولا مرة إنسان قعد 24 ساعة على 24 ساعة هالقد وقت بلا ما يظهر مع مرته. خبرنا الوضع عندكم بالبيت كيف؟ خليني فاجئك، أنا اكتشفت إنه جيهان اللي بقلى الكورونا كتير. جو الكورونا اللي بقلى الجو القعدة بالبيت. الجو الكورونا قعدة البيت يعني. نعم. اللي بقلة لأنه عم شوف سايد تاني ما كنت شوفه فيها. خير. بالعكس أنا قعدة الكارانتين هيدي قربتنا من بعض. حلو. وعم شوف فيها سايد بحب، يعني بحب شوفه بالمرة ما كنت شوفه فيها. شو هو؟ صدقني إنه صارت عم تفوت على المطبخ. أنا بحب الست اللي بتفوت على المطبخ. جيهان طول عمرها بتفوت على المطبخ وأكلاتها كثير طيبين باي ذا واي. بتفوت على المطبخ وما عم تعمل شوبينج. جيهان بتفوت بتعطي أوامر بالمطبخ. أنا ما هيك بحب. بحب هي تلغبس بإيديها. هي تقعد تشتغل. عارف كيف؟ هلا هي عم بتجرب فيي تجارب. الحمد لله لهلا ام ستيل الايف. ايه بدك تنتبه كثير لأنه اليوم وضع المستشفيات يعني حتى تسمم بركي ما يستقبلوك. ايه صار الواحد اذا بيتسمم اذا بيسحل بيستحي من حاله، اللي والله سعل او طلعت حرارته يعني في مشكل كبير. رغم تنرجع شوي الازمه على خير، تنرجع شوي على جد، راضي عن التعبئه العامه ولا انت اليوم مع اعلان حال الطوارئ بلبنان؟ ليك حقيقه الحكومه عم تشتغل بشكل يعني شو بيقولوا من تحت الدرفه لتحت المزرية. يعني ويل الناس، ويل الجوع، ويل الفقر، ويل الصيت الوسخ اللي
موجود بالسياسيين فجاي حاملي صيت وسخ انه اوريدي ملوثين فبده ينطفوا الصيت. يعني الله يعينهم حقيقه، انا عم شوفهم عم يشتغلوا كثير يعطيهم الف عافيه كلياتهم. على القليل ما عم نسمع بصفقات، على القليل ما عم نسمع بسرقه، على القليل عم نشوفهم بس قاعدين كيف بدهم يديروا هيدا الوضع، كيف بدهم يوجهوا الناس. هلا في فقر اليوم مثلا، انا شفت كثير تأثرت بموضوع هذا التاكسي اللي حرق سيارته وصل لمرحلة طلع من حاله انه عطوه ضبط يمكن مليون ونص. كمان مش مقبول ضبط مليون ونص، هذا اجرام بحق شوفير تاكسي. مليون ونص بيقعد 3 اشهر ليشتغل ليجيبه ليطعم اولاده. يعني قديش بروسيا 50 حبس عم بتروح. تعودت الطبقة السياسية، ويمكن هن هيدي ورتوها. انا هلا بوجه لهم نصيحة، وفي كثير منهم اصدقائي، وجه لهم نصيحة انه معلش مثل ما بقولوا بالتركي يا واش يا واش شوي شوي. يعني ضبط 50,000 بوجع، مليون ونص فرد مرة كمان، يعني واحد بيقتل حاله ما هو جاي المعتر. يعني بتعرف انا مرة، يعني مرة احد اصدقائي اجي ضبط لانه تأخر عن شغلة تسديد للدولة، تسديد يعني اجي ضبط اكثر من قيمة التسديد. يعني اللي موجودين من 30 40 سنة 30 سنة يستسهلوا سرقة العالم، يقوننوا السرقة، حط أرقام مليون مليونين 10 ملايين مش فارقة معهم، هن عم يسمعوا بالمليارات، وبمليارات مأخوذة من 4 مليون لبناني وغير المغتربين اللي عم يبعثوا مصرياتهم. لازم يكون في شوية إنسانية حتى بالضبط. يعني أنا بدي لك شغلي، بدي وجه هلأ كمان صديقي اللي وقع عثمان مدير عام قوى أمن الداخلي. أنا بكون عم بطلع بعمل بسكلات، أوكي بروح بطلع على بمرق شوي حد الفينيسيا، في هيك في زروب المفروض تمشي فيها 30، إذا مشيت 35 أو 40 هاي لؤي هاي حبيبي، إذا مشيت 35 أو 40 شوي لؤي جيهان قربوا شوي تنشوفكم. عم بقول لك قرب يا عم بقول لك هاي جيهان هاي لو هاي يلا بدنا نص الجاتو قربي قربي جيهان قربي جيهان بدنا نص الجاتو عرفت كيف؟ نعم. فنحن انا مثلا بحترم كثير موضوع الرادار يلي بيضبط السرعه، بتلاقيه حاطط العربيه الرادار الكاميرا. هذيك مره جيت قلت له مش عيب توقفون على 30 كيلومتر، يعني اذا مشي 35 طرقوا للزلمه 100,000. طب هذا 100,000 اذا معاشه 700,000 هو ما عمل شيء، شو 35؟ صح 35 ماشي بتمشيهم اسرع. عرفت شو بقصد؟ راغب عليه انه حتى هيدي ضبط السرعه لازم يكون، بدي اقول له لازم يكون على الاوتوسترادات الكبيره السرعه اللي بتعرض الناس للقتل. راغب عليه فينا نسال سؤال لجيهان؟ جيهان فيك تقربي شوي تنطرح عليك سؤال صغير؟ جيهان قربي بليز، جيهان قربي يا وليا تعالي يا وليا جيهان يا جيهان قربي شوي جيهان عم بعثوا لك دعم يحكوكي. حطيها بالشمال بالشمال قربي شوي جيهان سألنا بتعقدي جيهان، ومثل ما انت بتعقدي وهيدا الشيء بدنا نفرجيه للعالم قديش اليوم كل الاشخاص على حياتهم على طبيعتهم قاعدين بالبيت. الكل لازم يكون قاعدين بالبيت مثل ما بنقعد بالبيت، ما ولا واحد لازم يترسم تا يقعد بالبيت. جيهان كنا عم نحكي شوي مع راغب، قالنا انه اكتشف جزء جديد عندك او شو اسمه جزء جديد ميلة جديدة بشخصيتك ما كان مكتشفها جهة أبن. جديدة ايه جهة جديدة. انت اليوم شو اكتشفت؟ وجه جديد فيها ولا طب ما طول ما بدها تجاوبك هلا روح عليها. انت شو اكتشفت عن راغب؟ شو اكتشفت يا عم بقلي؟ اكتشفت انه صوته كتير حلو؟ طب سمعنا صوتك هلا. بدك سمعك صوتي؟ بليز وكل المشاهدين بدهم. اوه مع البيانو. من وحي المناء، يعني من وحي الاوضاع. أنا كنت عامل غنية زمان كتبتها صبية اسمها بتذكر اسمها عايدة الخطيب، تحكي عن الأشياء اللي بنفقدها. نعم. اليوم أنا كتبت تويت
انه الكورونا قد ما بكرهه وقد ما هو حقير، لكن هو فرجنا وجه اخر من الحياه. انك انت اليوم، انا ابني لؤي مثلا ولا خالد بيجوا هاي ما بيرفضوا يسلموا علي الحفاظا على سلامتي، وانا نفس الشيء، هاي بابا، هاي ما في لمس، ما في عبطه، ما في شعور. هيدا شفت هاي الاشياء البسيطه، اليوم بكون عم تحضر سيري بتشوف واحد سلم على الثاني ولا مو بتقول هي تنقذ انه سلم على ايده. هالاشياء البسيطه ما حدا كان يعمل لها حساب، انه ما بنعرف قيمه الاشياء. معقول نفتقدها راغب؟ بتحس بعد الكورونا، المرحله ما بعد الكورونا، الناس ما بقى رح تسلم على بعض وتبوس بعض؟ ليك انا بالنسبه لي بعتقد ايه، بعتقد حخفف كثير سلامات، لانه اكتشفت هاي اول فتره بحياتي بهالسنه ما بقرب لاني ما عم سلم. يعني كنت عم باخذ يعني كثير انه بيسلموا علي ناس، ببوسوني، ببوسهم، بعبطهم، هاي كلياتها عرفت كيف، في موده، في قرب، كله بيحكي بوشي. كنت دائما قبل الحفلات دلي كثير مخنوق لانه عندي حفلات، وحاسس حالي اني عم بسعل، حاسس حالي انه صدري مطربه. هيدي اول مره بتاريخ حياتي بهالفتره الربيع، الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب، اني ما قربت، ما حسيت اني انا مضايق ولا صدري مضايق ولا شيء. سو بعتقد انه اتس فيري هيلثي انه الواحد ما بقى يسلم. هاي لضروري لشو يعني، بكل الاحوال انا ثلاث بوسات ما بعملها طول عمري، بعمل بوسه وحده مين ما كان، هاي بوسه وحده بس، انه كمان ما لها طعمه. بس بت يعني بس بتكون بوسه حرزانه رقم. لا بدها تكون بوسه حرزانه يعني خارج جهام مثلا يعني. يلا شو بدنا نسمع معك؟ فبدي اقول لك، بدي اقول لك دغري، ما منعرف قيمة الاشياء، ما منعرف قيمة الاشياء الا بعد ما تغيب. هيدي بدي اقول لك يا جملة. وي لاف يو راغب عليمي، جيهان، لؤي وخالد، ها بوسه منا لكم. ثانك يو سو ماتش جايز، خليكم بالبيت مثل ما انتم بالبيت بتعقدوا، وثانك يو سو ماتش لكل شيء عم تعملوه ولكل هالمسجز اللي عم بتوصلوها. بدي اقول لك شغله بس، بيير على السريع، يا يلا عم بسمعك، بعدك معي. بدي اعطيك سكوب، بليز، بدي اعطيك سكوب جدا كبير. انا من كلمات، تعرف انا والشاعر الكبير نزار فرانسيس والفنان الكبير جون ماري رياشي، نحن قبل اي حد عملنا طار البلد، وكنا شايفين انه بطريقه الفساد اللي ماشي انه حيطير البلد، وطبعا صار في لغط. اليوم قررنا خلال 72 ساعه رح تسمعوا اغنيه عن الوضع اللي عم نعيشه هون، وهي نعم طار العالم هالمرة. لا ما طار العالم. أنا بدي وجه تحية إكبار للطاقم الطبي بلبنان، خصوصا مستشفى رفيق الحريري الحكومي. حلو كتير. وإلى كل الطاقم الطبي بلبنان يلي هن بالصف الأول، للقوى الأمنية، للشعب اللبناني اللي قاعد ببيته اليوم كمان عم يدعم هيدي الكارانتين. من كلمات أيضا الشاعر نزار فرانسيس وألحان الفنان الكبير جون ماري رياشي، عم نعمل أغنية عن الناس اللي هن بالصف الأول عم بدافعوا عن الإنسان وعن الوطن. رح تتوقع أغنية رهيبة كبيرة، مع صورة أحساس وصدق. رح قلكن أول كلام من الأغنية، بتقول في خوف مقرر يقتلنا، في خوف مقرر يقتلنا، وعم تصعب عم تصعب الأحوال، هالمرة انتو أملنا، هالمرة انتو أملنا، لو كنتوا قلال. واو، هيدي بوجهها للطاقم الطبي بلبنان، وهيدي زقفة منا لإلك راغب علامي، لجون ماري رياشي، لنزار فرانسيس. شكرا كثير لإلكم على هالغنية، دايما عودنا على انسانيتك، دايما عودنا تكون موجود، دايما عودنا على الأغنية الخاصة بالوضع الخاص، خليك هيك راغب العالمي، لهيك أنت سوبر ستار ولهيك بنحبك. ثانك يو سو ماتش لإلك.
حلو كتير اللي عم يعملوا الفنانين بلبنان. بدنا نلعب باللعبة. عنا اتصال. ألو. ألو. ألو مرحبا. من وين عم تحضرنا؟ مين معي؟ أنا زياد موسى. موسى. هاي زياد، عم تحضرنا بالبيت؟ قد ايه صارك بالبيت؟ صلي عم احضركم من أول الحلقة. بدك تلعب معنا؟ لا، أنا بدي أقول لك استعد مساكم جميعا. يسعد مساك. عبر شاشة ام تي في الخير، وعبركم ولأنكم أهل سقى لكل المشاهدين عبر العالم. شكرا زياد. ولأنه ام تي في مثال للمسؤولية والتضامن الاجتماعي، ولأنه كلنا لبعض خاصة بهالظروف. رح نربحك. حبيت لا أنا خليني أكمل بيز. تفضل. حبيت استكمل اللي صار الخميس والأحد مع الأستاذ ميشيل المر والإعلامي أمير الكلام مارسيل غانم بالإذن من الوزير عبيد، وبمبادرة شخصية مني حبيت أتذكر عملاقين كبيرين المغفور لهما سعيد خوري وحسيب صباغ اللي علمونا العطاء دون مقابل. حلو. ولأنه غناية عن التعريف، ولأنه بتشهد لهم أجراس كنائس بيت لحم مهد المسيح، واللي تعلمنا منهم روح العطاء، وهي بحب شدد عليها، وعلى نية الشفاء لكل مريض وعبر منا وجر. نعم. وكل الأصدقاء الحاضرين معك، وبخص منى صليبة الإعلامية المميزة منى صليبة. شكرا. بحب شارك بمبادرة شخصية ب 75 مليون ليرة للمستشفى العسكري. اوه ثانك يو سو ماتش. المستشفى العسكري. زياد شكرا كثير لك، تحية كثير كبيرة لك، شكرا لاتصالك، شكرا لكل الأيادة البيضاء ولكل الناس اللي عم بيساعدوا فعلا، بتكبروا القلب، بتفرجوا أحلى صورة عن الإنسانية وأحلى صورة عن اللبناني كيف بيكون دايما موجود وقت يكون في وضع استثنائي.